بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الرابع. الوجه الأول يبدأ حالا. تابع لكتاب الدر المنظوم فيما يزيل الهموم والغموم للإقليشي. كان حاتم الأصم تلميذ شقيق البلخي رحمهما الله، فقال له بعد أن صحبه مدة طويلة: يا حاتم، منذ كم صحبتني؟ قال: منذ 33 سنة. قال: فما تعلمت مني في هذه المدة؟ قال: 8 مسائل. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب عمرك معي ولم تتعلم إلا 8 مسائل؟ قال: نعم يا أستاذ، وما أحب أن أكذب. قال شقيق: هات هذه 8 مسائل حتى أسمعها. قال حاتم: أما الأولى فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل محبوب يحب محبوبا فهو مع محبوبه، فإذا وصل إلى القبر فارقه محبوبه، فجعلت الحسنات محبوبي، فإذا دخلت القبر دخل معي محبوبي. فقال: أحسنت يا حاتم. وأما الثانية فإني نظرت في قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سورة النازعات الآيتان 40 و41. فعلمت أن قوله حق، فاجتهدت في دفع الهوى عن نفسي حتى استقرت في طاعة الله تعالى. وأما الثالثة فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل من معه شيء له قيمة ومقدار رفعه وحفظه، ثم نظرت إلى قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. سورة النحل الآية 96. فكلما وقع لي شيء له قيمة ومقدار وجهته إليه ليبقى لي عنده. وأما الرابعة فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يرجع إلى المال والحسب والشرف والنسب، فنظرت إلى قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سورة الحجرات الآية 13. فعملت بالتقوى حتى أكون عند الله كريما. وأما الخامسة فإني نظرت إلى هذا الخلق وهم يطعن بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وأصل هذا كله الحسد، ثم نظرت إلى قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. سورة الزخرف الآية 32. فتركت الحسد وأحببت الخلق كلهم وعلمت أن القسمة من الله تعالى، وتركت عداوة الخلق عني. وأما السادسة فإني نظرت إلى هذا الخلق وهم يبغض بعضهم بعضا، فرجعت إلى قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. سورة فاطر الآية 6. فعاديته وحده واجتهدت في أخذ حذري منه لأن الله شهد عليه أنه عدوي، فتركت عداوة الخلق عني. وأما السابعة فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكثرة فيذل نفسه ويدخل فيما لا يحل له، ثم نظرت إلى قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. سورة هود الآية 6. فاشتغلت بالله تعالى وتركت مالي عنده. وأما الثامنة فإني نظرت إلى هذا الخلق فرأيت هذا متكلا على صنعته وهذا متكلا على صحة بدنه وكل مخلوق متكل على مخلوق، فرجعت إلى قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سورة الطلاق الآية 3. فقال شقيق: وفقك الله يا حاتم، فإني نظرت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان فرأيت هذه في الكتب الأربعة تدور على هذه 8 مسائل، فمن استعملها فقد استعمل الكتب الأربعة. في التسعة: أوصى حكيم ابنه فقال: اعلم يا بني أن العلماء ما
ذموا شيئا كذمهم لتسع: التكبر والعجب والجزع والحسد والخيانة والعجلة وسوء الخلق والجهل. وقال بعضهم: أقسام الملاحة تسعة أشياء. أقسام الملاحة تسعة أشياء: الصباحة في الوجه، والجمال في الأنف، والحلاوة في العينين، والملاحة في الفم، والعذوبة في اللسان، والرشاقة في القد، واللباقة في الشمائل، والدماثة في الخلق، وتتمة الجمال في الشعر. وافتخر علي رضي الله عنه بتسع كلمات من جواهر الحكم، ثلاث في المناجات، وهي: كفى بي عزا أن تكون لي ربا، وكفى بي فخرا أن أكون لك عبدا، أنت لي كما أحب فوفقني كما تحب. وثلاث في العلم: المرء مخبوء تحت لسانه، تكلم تعرف قيمة كل امرئ ما يحسنه. وثلاث في الأدب، وهي: أنعم على من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، واسأل من شئت تكن أسيرة. في العشرة قال بعضهم: الخلق على عشرة أصناف: حليم ومطيع وجاهل ومبتلى وعاقل وأحمق وصاحب دين وصاحب دنيا ومن فوقك ومن دونك. فاصحب الحليم بالطاعة، والمطيع بالتعظيم، والجاهل بالصبر، والمبتلى بالرحمة، والعاقل بالاقتداء، والأحمق بالمدارات، وصاحب الدين بالمعرفة، ومن فوقك بالتواضع، ومن دونك بالشفقة. قال سفيان الثوري رحمه الله: عشرة أشياء من الجفاء: أولها رجل يدعو لنفسه ولا يدعو لأبويه وللمؤمنين والمؤمنات. الثاني رجل يتعلم القرآن ولا يقرأ في كل يوم. الثالث رجل يدخل المسجد ويخرج ولا يصلي ركعتين. الرابع رجل مر على المقابر ولا يسلم عليهم ولا يدعو لهم. الخامس رجل دخل يوم الجمعة بلدا ولا يصلي الجمعة. السادس رجل أو امرأة نزل في محلتهم عالم ولا يذهبون إليه ولا يتعلمون منه شيئا من العلم. السابع رجلان يترافقان ولا يسأل كل واحد منهما عن اسم صاحبه. الثامن رجل لا يجيب الدعوة إذا دعاه إخوانه. التاسع شاب يضيع شبابه وهو فارغ ولا يطلب العلم والأدب. العاشر رجل شبعان وجاره جائع ولا يطعمه شيئا من طعامه. روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن قيم الجوزية. في الهامش روضة المحبين ونزهة المشتاقين، تأليف شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، راجعه وحقق أصوله وعلق عليه السيد الجميلي، بيروت دار الكتاب العربي 1414 هجرية 489 صفحة. قال المؤلف: هذا الكتاب يصلح لسائر طبقات الناس، عونا على الدين وعلى الدنيا، ومرقاة للذة العاجلة واللذة العقبى. وفيه ذكر أقسام المحبة وأحكامها ومتعلقاتها، وصحيحها وفاسدها، وآفاتها وغوائلها، وأسبابها وموانعها، وما يناسب ذلك من نكت تفسيرية وأحاديث نبوية، ومسائل فقهية وآثار سلفية، وشواهد شعرية ووقائع كونية، ما يكون ممتعا لقاريه، مروحا للناظر فيه، فإن شاء أوسعه جدا وأعطاه ترغيبا وترهيبا، وإن شاء أخذ من هزله وملحه نصيبا، فتارة يضحكه وتارة يبكيه، وطورا يبعده من أسباب اللذة الفانية، وطورا يرغبه فيها ويدنيه، فإن شئت وجدته واعظا ناصحا، وإن شئت وجدته بنصيبك من اللذة والشهوة.
وقد جعله المؤلف في 29 بابا، هي أسماء المحبة، اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها، نسبتها إلى بعضها البعض، العالم العلوي والسفلي، إنما وجد بالمحبة ولأجلها، دواعي المحبة ومتعلقها، أحكام النظر وغائلته، مناظرة بين القلب والعين، الشبه التي احتج بها من أباح النظر إلى من لا يحل له الاستمتاع به، الجواب عليها، حقيقة العشق وأوصافه، هل هو اضطراري أم اختياري، سكرة العشق، اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان، في من مدح العشق وتمناه، في من ذم العشق وتبرم به، الحكم بين الفريقين، استحباب تخيل الصور الجميلة للوصال الذي يحبه الله ورسوله، دواء المحبين، فضيلة الجمال، علامات المحبة وشواهدها، اقتضاء المحبة، إفراد الحبيب بالمحب وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه، غيرة المحبين على أحبابهم، عفافهم معهم، ارتكاب سبل الحرام وما يفضي إليه من المفاسد والآلام، رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين، ترك المحبين أدنى المحبوبين رغبة في أعلاهما، في من ترك محبوبه حراما فبذل له حلالا، في من آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال الحرام، ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى. والمؤلف عالم كبير مشهور، مولده ووفاته بدمشق، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، مصنفاته كثيرة، توفي سنة 751 هجرية. انتهى الهامش. روضة المحبين ونزهة المشتاقين. سبحان من صرف المحبة أنواعا وأقساما بين بريته، وفصلها تفصيلا، فجعل كل محب لمحبه نصيبا، مخطئا كان في محبته أو مصيبا، وجعله بحبه منعما أو قتيلا، فقسمها بين محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب النيران ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب النسوان ومحب الصبيان ومحب الأثمان يعني الأموال ومحب الإيمان ومحب الألحان ومحب القرآن. وفضل أهل محبته ومحبة كتابه ورسوله على سائر المحبين تفضيلا، فبالمحبة وللمحبة وجدت الأرض والسماوات، وعليها فطرت المخلوقات، ولها تحركت الأفلاك الدائرات، وبها وصلت الحركات إلى غاياتها، واتصلت بداياتها بنهاياتها. من أي لفظ اشتقت كلمة المحبة؟ قيل أصلها الصفاء، لأن العرب تقول لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان. وقيل مأخوذة من الحباب، وهو ما يعلو الماء عند المطر الشديد، فعلى هذا المحبة غليان القلب وثورانه عند الاحتياج إلى لقاء المحبوب. وقيل مشتقة من اللزوم والثبات، ومنه أحب البعير إذا برك فلم يقم، فكأن المحب قد لزم قلبه محبوبه فلم يرم عنه انتقالا. وقيل بل هي مأخوذة من القلق والاضطراب، ومنه سمي القرط حبا لقلقه في الأذن واضطرابه. وقيل بل هي مأخوذة من الحب جمع حبة، وهو لباب الشيء وخالصه وأصله، فإن الحب أصل النبات والشجر. وقيل بل هي مأخوذة من الحب الذي هو إناء واسع يوضع فيه الشيء فيمتلئ به بحيث لا يسع غيره، وكذلك قلب المحب ليس فيه سعة لغير محبوبه. وقيل مأخوذ من الحب، وهو الخشبات الأربع التي يستقر عليها ما يوضع عليها من جرة أو غيرها، فسمي الحب بذلك لأن المحب يتحمل لأجل محبوبه الأثقال كما تتحمل الخشبات ثقل ما يوضع عليها. وقيل بل هي مأخوذة من حبة القلب، وهي سويداؤه ويقال ثمرته، فسميت المحبة بذلك لوصولها إلى حبة القلب. قال بعضهم: ومن عجب أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي، وتطلبهم عيني وهم في سوادها،
ويشتاق قلبي وهم بين أضلعي. الوجد هو الحب الذي يتبعه الحزن، التتيم هو التعبد، وتيم الله أي عبد الله، وأصله من قولهم تيمه الحب إذا عبده وذلله. الخلابة هي الحب الخادع، وهو الحب الذي وصل إلى الخلب، وهو الحجاب الذي بين القلب وسواد البطن، وسمي الحب خلابة لأنه يخدع ألباب أربابه. الوهل أصله الفزع والروع، وكثير من الناس يرى محبوبه فيصفر ويرتعد، ولا يدري أكثر المحبين سبب ذلك، فقيل سببه أن الجمال سلطان على القلوب، وإذا بدا راع القلوب بسلطانه كما يروعها الملك ونحوه ممن له سلطان على الأبدان، فسلطان الجمال والمحبة على القلوب وسلطان الملوك على الأبدان. والوصب ألم الحب ومرضه، فإن أصل الوصب المرض، ولوعة الحب حرقته، والتاع فؤاده أي احترق من الشوق. والود خالص الحب وألطفه وأرقه، وهو من الحب بمنزلة الرأفة من الرحمة. والخلة توحيد المحبة، فالخليل هو الذي توحد حبه لمحبوبه، وهي رتبة لا تقبل المشاركة، ولهذا اختص بها في العالم الخليلان إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما، كما قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، سورة النساء الآية 124. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، رواه ابن ماجه والبيهقي. والغرام هو الحب اللازم، يقال رجل مغرم بالحب أي قد لزمه الحب. أما الوله فهو ذهاب العقل والتحير من شدة الوجد. والتعبد هو غاية الحب وغاية الذل، يقال عبده الحب أي ذلله، وطريق معبد بالأقدام أي مذلل. وكذلك المحب قد ذلله الحب ووطأه، ولا تصلح هذه المرتبة لأحد غير الله عز وجل. ولا يغفر الله سبحانه لمن أشرك به في عبادته، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمحبة العبودية هي أشرف أنواع المحبة، وهي خالص حق الله على عباده. عشاق العلم أعظم شغفا بالعلم وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. وقيل لامرأة الزبير بن بكار أو غيره هنيئا لك إذ ليست لك ضرة، فقالت والله لهذه الكتب أضر علي من عدة ضرائر. وورد عن ابن تيمية الجد أنه كان إذا دخل الخلاء يقول لحفيده عبد الرحمن اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع. قال المؤلف وأعرف من أصابه مرض من صداع وحمى، وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه، فدخل عليه الطبيب يوما وهو كذلك، فذكر أن هذا مما يفوت المطلوب من العلاج. ذكر لبقراط رجل يحبه وفيه نقص، فاغتم لذلك وقال ما أحبني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه. وأخذ المتنبي هذا المعنى فقلبه وأجاد فقال وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. يحكى أن رجلا مرض من يحبه، فعاده المحب فمرض من وقته، فعوفي محبوبه فجاء يعوده، فلما رآه عوفي من وقته، وأنشد مرض الحبيب فعدته فمرضت من حذري عليه، وأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظري إليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله عندنا يتيمة قد خطبها رجلان موسر ومعسر، وهي تهوى المعسر،
ونحن نهوى الموسر. فقال: لم يرى للمتحابين مثل الزواج. رواه ابن ماجه والحاكم وصححه السيوطي في الجامع الصغير 227. الجماع الحرام يفسد الحب، ولا بد أن تنتهي المحبة بينهما إلى المعادات والتباغض والقلة كما هو مشاهد بالأيان، فكل محبة لغير الله آخرها قلة وبغض، فكيف إذا قارنها ما هو من أكبر الكبائر؟ وأما الجماع المباح فإنه يزيد الحب إذا صادف مراد المحب. يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سورة الزخرف الآية 67. من أقوال العقلاء: من سرح ناظره أتعب خاطره، ومن كثرت لحظاته تامت حسراته، وضاعت عليه أوقاته، وفاضت عبراته. قال الناظم: نظر العيون إلى العيون هو الذي جعل الهلاك إلى الفؤاد سبيلا، ما زالت اللحظات تغزو قلبه حتى تشحط بينهن قتيلا. قال بعضهم: عاتبت قلبي لما رأيت جسمي نحيلا، فألزم القلب طرفي وقال: كنت الرسولا، فقال طرفي لقلبي: بل كنت أنت الدليلا، فقلت: كفى جميعا تركتماني قتيلا. قال الأصمعي: سألت أعرابيا عن العشق فقال: جل والله عن أن يرى، وخفي عن أبصار الورى، فهو في الصدور كامن ككمون النار في الحجر، إن قدح أورى وإن ترك توارى. قال ابن حزم: قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إني رأيت امرأة فعشقتها. فقال عمر: ذاك ما لا يملك. حدث أن مر أحمد بن طولون أمير مصر بصياد في يوم بارد، وعنده بني له، فرق عليهما وأمر غلامه أن يدفع إليه ما معه من الذهب، فصبه في حجره ومضى، فاشتد فرحه به، فلم يتحمل ما ورد عليه من الفرح فقضى مكانه. فعاد الأمير من شأنه فوجد الرجل ميتا والصبي يبكي عند رأسه، فقال: من قتله؟ فقال: مر بنا رجل لا جزاه الله خيرا، فصب في حجر أبي شيئا فقتله مكانه. فقال الأمير: صدق، نحن قتلناه. أتاه الغنى وهلة واحدة فعجز عن احتماله فقتله، ولو أعطيناه ذلك بالتدريج لم يقتله. فحرض الصبي على أن يأخذ الذهب فأبى وقال: والله لا أمسك شيئا قتل أبي. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ القرآن، فإذا فرغ قال: أين العزاب؟ فيقول: أدنوا مني، ثم قولوا: اللهم ارزقني امرأة إذا نظرت إليها سرتني، وإذا أمرتها أطاعتني، وإذا غبت عنها حفظت غيبتي في نفسها ومالي. قال بعض السلف: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر بهما أمر الدنيا، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر الآخرة، فإذا أراد الله بعبد خيرا فتح عينيه اللتين في قلبه، فأبصر بهما من اللذة والنعيم ما لا خطر له مما وعد به من لا أصدق منه حديثا، وإذا أراد به غير ذلك تركه على ما هو عليه. ذكر الخرائطي أنه كان بالمدينة جارية ظريفة، فهويت رجلا من قريش، وكان لا يفارقها ولا تفارقه، فملها وزاد حبها له فسقمت، وجعل مولاها لا يعبأ بشكواها ولا يرق لها،
حتى هامت على وجهها ومزقت ثيابها وانتهت إلى أمر عظيم، فلما رأى ما صارت إليه عالجها فلم ينفع فيها العلاج، وكانت تدور في السكك وتقول: من ذا يطيق كما نطيق من الهوى، غلب العزاء وباحت الأسرار. قال أعرابي: ألا ما الهوى والحب بالشيء هكذا، يذل به طوع اللسان فيوصف، ولكنه شيء قضى الله أنه هو الموت، أو شيء من الموت أعنف، فأوله سقم وآخره ضنى، وأوسطه شوق يشف ويتلف، وروع وتسهيد وهم وحسرة، ووجد على وجد يزيد ويضعف. قال عدي بن ثابت: كان في زمن بني إسرائيل راهب يعبد الله، حتى كان يؤتى بالمجانين يعوذهم فيبرؤون على يديه، وإنه أتي بامرأة ذات شرف من قومها قد جنت، وكان لها إخوة فأتوه بها، فلم يزل الشيطان يزين له حتى وقع عليها، فحملت، فلما استبان حملها لم يزل يخوفه ويزين له قتلها حتى قتلها ودفنها، فذهب الشيطان في صورة رجل حتى أتى بعض إخوتها فأخبره بالذي فعل الراهب، ثم أتى بقية إخوتها رجلا رجلا، فجعل الرجل يلقى أخاه فيقول: والله لقد أتاني آت فذكر لي شيئا كبر علي ذكره. فذكر ذلك بعضهم لبعض حتى رفعوا ذلك إلى ملكهم، فسار الناس إليه حتى استنزلوه من صومعته، فأقر لهم بالذي فعل، فأمر به فصلب، فلما رفع على الخشبة تمثل له الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك هذا وألقيتك فيه، فهل أنت مطيعي فيما أقول لك وأخلصك؟ قال: نعم. قال: تسجد لي سجدة واحدة. فسجد له وقتل الرجل. قال سعيد بن المسيب: ما أيس الشيطان من أحد قط إلا أتاه من قبل النساء. قال المؤلف: العشق لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا، وإنما يحمد ويذم باعتبار متعلقه، فإن الإرادة تابعة لمرادها، والحب تابع للمحبوب، فمتى كان المحبوب مما يحب لذاته أو وسيلة توصله إلى المحب، كذلك بحسب قوة محبته. ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبه كلها لله تعالى وحده، بحيث يحب الله بكل قلبه وروحه وجوارحه، فيوحد محبوبه ويوحد حبه. حج عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد بن معاوية، وكان خالد هذا من رجالات قريش المعدودين، وكان عظيم القدر عند عبد الملك بن مروان، فبينما هو يطوف بالبيت إذ بصر برملة بنت الزبير بن العوام، فعشقها عشقا شديدا، ووقعت بقلبه وقوعا متمكنا، فلما أراد عبد الملك الرجوع هم خالد بالتخلف عنه، فوقع بقلب عبد الملك تهمة، فبعث إليه فسأله عن أمره، فقال: يا أمير المؤمنين، رملة بنت الزبير رأيتها تطوف بالبيت فأذهلت عقلي، والله ما أبديت إليك ما بين جوانحي حتى عيل صبري، ولقد عرضت النوم على عيني فلم تقبله، والسلو على قلبي فامتنع منه. فأطال عبد الملك التعجب من ذلك وقال: ما كنت أقول إن الهوى يستأسر مثلك. قال: فإني لأشد تعجبا من تعجبك مني، ولقد كنت أقول إن الهوى لا يتمكن إلا من صنفين من الناس، الشعراء والأعراب.
أما الشعراء فإنهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساء ووصفهن ووصفهن والتغزل، فمال طبعهم إلى النساء فضعفت قلوبهم عن دفع الهوى فاستسلموا إليه منقادين. وأما الأعراب فإن أحدهم يخلو بامرأته فلا يكون الغالب عليه غير حبه لها، ولا يشغله عنه شيء فضعفوا عن دفع الهوى فتمكن منهم. فما رأيت نظرة حالت بيني وبين الحزم وحسنت عندي ركوب الإثم مثل نظرتي هذه. فتبسم عبد الملك فقال: أفكل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما عرتني هذه البلية قبل وقتي هذا. فوجه عبد الملك إلى الزبير يخطب رملة على خالد، فذكروا لها ذلك، فقالت: لا والله، أو يطلق نساءه. فطلق امرأتين كانتا عنده ورحل بها إلى الشام، وكان يقول: أليس يزيد الشوق في كل ليلة وفي كل يوم من حبيبتنا قربا؟ خليلي ما من ساعة تذكرانها من الدهر إلا فرجت عني الكربا. أحب بني العوام طرا لحبها، ومن أجلها أحببت أخوالها كلبا. تجول خلاخيل النساء ولا أرى لرملة خلخالا يجول ولا قلبا. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. هذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه، وهذا أمر مشهود بالعيان. فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل، ولا سيما إذا رزق حظا من صلاة الليل فإنها تنور الوجه وتحسنه. وقد كان بعض النساء تكثر صلاة الليل، فقيل لها في ذلك فقالت: إنها تحسن الوجه، وأنا أحب أن يحسن وجهي. كما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله تعالى على عبده، فالجمال الظاهر نعمة منه أيضا على عبده يوجب شكرا. فإن شكره بتقواه وصيانته ازداد جمالا على جماله، وإن استعمل جماله في معاصيه سبحانه قلبه له شيئا ظاهرا في الدنيا قبل الآخرة، فتعود تلك المحاسن وحشة وقبحا وشينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى جمال الباطن بجمال الظاهر، كما قال جرير بن عبد الله: وكان عمر بن الخطاب يسميه يوسف هذه الأمة. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت امرؤ قد حسن الله خلقك فأحسن خلقك، رواه الديلمي. كان مصعب بن الزبير من أجمل الناس، وكان يحسد الناس على الجمال. فبينما هو يخطب يوما إذ دخل ابن جودان من ناحية الأزد، وكان جميلا، فأعرض بوجهه عن تلك الناحية إلى ناحية أخرى. فدخل ابن حمران من تلك الناحية وكان جميلا، فرمى ببصره إلى مؤخر المسجد، فدخل الحسن البصري وكان من أجمل الناس، فنزل مصعب عن المنبر. قال الأصمعي: كنت في بعض مياه العرب فسمعت الناس يقولون: قد جاءت قد جاءت. فتحول الناس فقمت معهم، فإذا جارية قد وردت الماء ما رأيت مثلها قط في حسن وجهها وتمام خلقها. فلما رأت تشوف الناس إليها أرسلت برقعها فكأنه غمامة غطت شمسا.
الحسن معنى لا تناله العبارة ولا يحيط به الوصف، وإنما للناس منه أوصاف أمكن التعبير عنها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة العليا منه. ونظرت إليه عائشة رضي الله عنها يوما ثم تبسمت فسألها مما ذاك، فقالت كأن أبا كبير الهذلي إنما عناك بقوله، فقالت كأن أبا كبير الهذلي إنما عناك بقوله وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المتهلل. وكان صلى الله عليه وسلم مع هذا الحسن قد ألقيت عليه المحبة والمهابة، فمن وقعت عليه عيناه أحبه وهابه، وكمل الله سبحانه له مراتب الجمال ظاهرا وباطنا، وكان أحسن خلق الله خلقا وخلقا، وأجملهم صورة ومعنى. وهكذا كان يوسف الصديق عليه السلام. ولهذا قالت امرأة العزيز للنسوة لما أرتهن إياه ليعذرنها في محبته، فذلكن الذي لمتنني فيه، أي هذا هو الذي فتنت به وشغفت به بحبه، فمن يلومني على محبته وهذا حسن منظره. ذكر المؤلف أن تقي الدين بن شقير حدثه قال خرج شيخ الإسلام بن تيمية يوما فخرجت خلفه، فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لا يراه أحد سمعته يتمثل بقول الشاعر وأخرج من بيت البيوت لعلني أحدث عنك القلب بالسر خاليا. خلوة المحب لمحبوبه هي غاية أمنيته، فإن ظفر بهذه الأمنية وإلا خلا به في سره. في أخبار العشاق أن عاشقا عشق السراويلات من أجل سراويل معشوقه، فوجد في تركته 12 حملا وفردة من السراويلات، وعشق آخر الهاونات من أجل صوت هاون محبوبته، فوجد في تركته 10,000 منها. وعند الناس من هذا عجائب كثيرة. قال بعضهم مساكين أهل الحب حتى قبورهم عليها تراب الذل دون المقابر. من أمثال الناس ليس في القلب حبان ولا في السماء ربان. وقالوا القلب حمال، فما حملته تحمل، فإذا حملته الأثقال حملها، وإن استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه. فالقلب الواسع يجتمع فيه التوجه إلى الله سبحانه وإلى أمره وإلى مصالح عباده، ولا يشغله واحد من ذلك عن الآخر. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبه متوجها في الصلاة إلى ربه وإلى مراعاة أحوال من يصلي خلفه، وكان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة خشية أن يشق على أمه. أفلا ترى قلبه الواسع كيف اتسع للأمرين؟ التحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحدا، ومستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتهما، فليس الذي يحب لذاته إلا الإله الحق الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فقير بذاته إليه، وأما ما يحب لأجله سبحانه فيتعدد. ولا تكون محبة العبد له شاغلة له عن محبة ربه، ولا يشركه معه في الحب. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زوجاته، وأحبهن إليه عائشة رضي الله عنها، وكان يحب أباها، ويحب عمر رضي الله عنهم، وكان يحب أصحابه، وهم مراتب في حبه لهم. ومع هذا فحبه كله لله، وقوى حبه جميعها منصرفة إليه سبحانه. كان سفيان الثوري رحمه الله كثيرا ما يتمثل بهذين البيتين: تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الوزر والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها
لا خير في لذة من بعدها النار. قال الإمام أحمد بن حنبل: الفتوة ترك ما تهوى لما تخشى. قال ابن أحمر: بين أنا أطوف بالبيت إذ بصرت بامرأة متبرقعة تطوف بالبيت وهي تقول: لا يقبل الله من معشوقة عملا يوما وعاشقها غضبان مهجور، ليست بمأجورة في قتل عاشقها لكن عاشقها في ذاك مأجور. فقلت لها في هذا الموضع، فقالت: إليك عني، لا يعلقك الحب. قلت: وما الحب؟ قالت: جل والله عن أن يخفى وخفي أن يرى، فهو كالنار في أحجارها، إن حركته أورى وإن تركته توارى. ثم أنشدت: غيد أوانس ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الحديث أوانسا ويصدهن عن الخنا الإسلام. قال عوانة بن الحكم: كان عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسافر إلا ومعه ابنه الحارث، وكان أكبر ولده، وكان شبيها به جمالا وحسنا، فأتى اليمن وكان يجالس عظيما من عظمائهم، فقال له: لو أمرت ابنك هذا يجالسني وينادمني. ففعل، فعشقت امرأته الحارثة فراسلته فأبى عليها، فألحت عليه، فأخبر بذلك أباه، فلما يئست منه سقته سما. فارتحل به عبد المطلب حتى إذا قدم مكة مات الحارث، وكان مما رثاه به أبوه: والحارث الفياض أكرم ماجد أيام نازعه الهمام الكاسة. وقال ابن علاثة: دخلت على رجل من الأعراب خيمته وهو يئن، فقلت: ما شأنك؟ قال: عاشق. فقلت له: ممن الرجل؟ قال: من قوم إذا عشقوا ماتوا عفة. فجعلت ألومه وأزهده فيما هو فيه، فتنفس الصعداء، ثم قال: ليس لي مسعد فأشكو إليه، إنما يسعد الحزين الحزين. وقال سفيان بن زياد: قلت لامرأة من عذرة ورأيت بها هوى غالبا خفت عليها الموت منه: ما بال العشق يقتلكم معاشر عذرة من بين أحياء العرب؟ فقالت: فينا جمال وتعفف، والجمال يحملنا على العفاف، والعفاف يورثنا رقة القلوب، والعشق يفني آجالنا، وإنا نرى عيونا لا ترونها. انتهى الوجه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. وقال سعيد بن عبد الله بن راشد: علقت فتاة من العرب فتى من قومها وكان عاقلا، فجعلت تكثر التردد إليه، فلما طال عليها ذلك مرضت وتغيرت واحتالت في أن خلا لها وجهه، فتعرضت إليه ببعض الأمر فصرفها ودفعها عنه، فتزايد المرض حتى سقطت على الفراش. فقالت له أمه: إن فلانة قد مرضت ولها علينا حق. قال: فعوديها وقولي لها: يقول لك ما خبرك؟ فسارت إليها أمه وسألتها: ما بك؟ فقالت: وجع في فؤادي هو أصل علتي. قالت: فإن ابني يسألك عن علتك. فتنفست الصعداء ثم قالت: يسائلني عن علتي وهو علتي، عجيب من الأنباء جاء به الخبر. فانصرفت إليه أمه وأخبرته وقالت له: تريد أن تصير إليك؟ فقال: نعم. فذكرت أمه لها ذلك فبكت وقالت: ويبعدني عن قربه ولقائه، فلما أذاب الجسم مني تعطفا، فلست بآت موضعا فيه قاتلي، كفاني سقاما أن أموت تلهفا. وتزايدت بها العلة حتى ماتت.
وأحب رجل من أهل الكوفة يسمى أبا الشعثاء امرأة جميلة، فلما علمت به كتبت إليه وقالت: لأبي الشعثاء حب دائم ليس فيه تهمة لمتهم، يا فؤادي فازدجر عنه، ويا عبث الحب به فاقعد وقم. جاءني منه كلام صائد ورسالات المحبين الكلم، صائد يأمنه غزلانه مثلما يأمن غزلان الحرم. صل إن أحببت أن تعطى المنى يا أبا الشعثاء لله وصم، ثم ميعادك بعد الموت في جنة الخلد إن الله رحم، حيث ألقاك غلاما ناشئا ناعما قد كملت فيه النعم. قال صلى الله عليه وسلم: من يلبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. رواه الشيخان. فلا يجمع الله للعبد لذة شرب الخمر ولبس الحرير والتمتع بما حرم الله عليه من النساء والصبيان ولذة التمتع بذلك في الآخرة، فليتخير العبد لنفسه إحدى اللذتين، وليطب نفسا عن إحداهما بالأخرى، فلن يجعل الله من أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره من الدنيا إذا لقي الله. الزنا يجمع خلال الشر كلها من قلة الدين وذهاب الورع وفساد المروءة وقلة الغيرة، فلا تجد زانيا معه ورع ولا وفاء بعهد ولا صدق في حديث ولا محافظة على صديق ولا غيرة تامة على أهله. ومنها الوحشة التي يضعها الله سبحانه في قلب الزاني، وهي نظير الوحشة التي تعلو وجهه، فالعفيف على وجهه حلاوة وفي قلبه أنس، ومن جالسه استأنس به، والزاني تعلو وجهه الوحشة ومن جالسه استوحش به. قال الربيع بن زياد: رأيت جارية عند قبر وهي تقول: بنفسي فتى أوفى البرية كلها وأقواهم في الموت صبرا على الحب. فقلت لها: بما صار أوفاهم وأقواهم؟ قالت: هويني، فكان أهلي إن جاهر بحبي لاحوه، وإن كتمه عنفوه، فلما أخذه الأمر قال: يقولون إن جاهرت قد عضك الهوى، وإن لم أبح بالحب قالوا تصبرا، وليس لمن يهوى ويكتم حبه من الأمر إلا أن يموت فيعذرا. ولم يزل يردد هذين البيتين حتى مات، فوالله يا هذا لا أبرح أو يتصل قبرانا. ثم شهقت شهقة فصاح النساء وقلنا: قضت. وقال عامر بن حذافة: رأيت بصحار في عمان جارية قد ألصقت خدها بقبر وهي تبكي وتقول: خدي يقيك خشونة اللحدي، وأقل ما لك سيدي خدي، يا ساكن الترب الذي بوفاته عميت علي مسالك الرشد، اسمع فديتك قصتي فلعلني أشفي بذلك غلة الوجد. قال: فسألتها عن صاحب القبر فقالت: فتى رافقته في الصبا. ثم أنشأت تقول: كنا كزوج حمائم في أيكة، متنعمين بصحة وشباب، فغدا الزمان مشتتا بفراقه، إن الزمان مفرق الأحباب. قال: فبكيت لرقة شعرها، فأنشأت تقول: تبكي عليه ولست تعرف أمره، فلأعلمنك حاله ببياني، ما كان للعافين غير نواله، فإذا استجير ففارس الفرسان، لا يتبع الجيران رفة طرفه،
ويتابع الإحسان للجيران، عفو السريرة والجهيرة مثلها، فإذا استضيم أراك فتقطعاني. فقلت أعلميني من هو؟ قالت سنان بن وبرة الذي يقول فيه الشاعر: يا رائدا غيثا لنجعة قومه، يكفيك من غيث النوال سناني. ثم قالت: يا هذا، والله لولا أنك غريب ما بحت لك بهذا. قال الزمخشري: هوي أحمد بن أبي عثمان الكاتب جارية لزبيدة بنت أبي جعفر اسمها نعم حتى مرض، وقال فيها أبياتا منها: وإني ليرضيني الممر بابها، وأقنع منها بالشتيمة والزجر، فوهبتها له. كان أبو السائب المخزومي أحد القراء والفقهاء، فرؤي متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول: اللهم ارحم العاشقين وأطف عليهم قلوب المعشوقين. فقيل له في ذلك فقال: الدعاء لهم أفضل من عمرة من الجعرانة. ذكر إبراهيم بن الجنيد أن رجلا راود امرأة عن نفسها فقالت له: أنت قد سمعت القرآن والحديث فأنت أعلم. قال: فأغلق الأبواب. فأغلقتها، فلما دنا منها قالت: بقي باب لم أغلقه. قال: أي باب؟ قالت: الباب الذي بينك وبين الله. فلم يتعرض لها. قال اليزيدي: دخلت على هارون الرشيد فوجدته مكبا على ورقة ينظر فيها مكتوبة بالذهب، فلما رآني تبسم، فقلت: فائدة أصلح الله أمير المؤمنين؟ قال: نعم، وجدت هذين البيتين في بعض خزائن بني أمية فاستحسنتهما فأضفت إليهما ثالثا، ثم أنشدني: إذا سد باب عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها، فإن قراب البطن يكفيك ملؤه، ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها، فلا تك مبذالا لدينك واجتنب ركوب المعاصي يجتنبك عقابها. قال شعبة: كلم رجل من العباد امرأة فلم يزل بها حتى وضع يده على فخذها، فانطلق فوضع يده على النار حتى احترقت وجفت. عن وهب بن منبه قال: قال موسى عليه السلام: أي رب، أي عبادك أحب إليك؟ قال: من أذكر برؤيته. وقال عبد الله بن المبارك: قال الصبيان ليحيى بن زكريا عليهما السلام: اذهب بنا نلعب. قال: أوللعب خلقنا؟ قال يحيى بن معاذ: يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من شيئين: بكاؤه على نفسه وشوقه إلى ربه. وقال ذو النون: لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر الله. المحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره، فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كان ناقصا. وقد وصف الله سبحانه نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين ويحبونه، فأخبر أنهم أشد حبا لله، ووصف نفسه بأنه الودود وهو الحبيب. قال البخاري: والود خالص الحب، فهو يود عباده المؤمنين ويودونه. من أسماء الله الحسنى الجميل، ومن أحق بالجمال ممن كل جمال في الوجود فهو من آثار صنعه، فله جمال الذات وجمال الأوصاف وجمال الأفعال وجمال الأسماء، فأسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها كمال، وأفعاله كلها جميلة، فلا يستطيع بشر
النظر إلى جلاله وجماله في هذه الدار، فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أنستهم رؤيته ما هم فيه من النعيم، فلا يلتفتون حينئذ إلى شيء غيره. سئل الجنيد: من أي شيء بكاء المحب إذا لقي المحبوب؟ فقال: إنما يكون ذلك سرورا به ووجدا من شدة الشوق إليه. سئل أبو سليمان الداراني رحمه الله: ما أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل؟ فبكى ثم قال: مثلي يسأل عن هذا، أقرب ما يتقرب به إليه أن يطلع على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو. قال سهل بن عبد الله: ما من ساعة إلا والله سبحانه يطلع فيها على قلوب العباد، فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس. كان شيخ من الأعراب يدور على المجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله. وقال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى: بلغني عن بعض الأشراف أنه اجتاز بمقبرة فإذا جارية حسناء عليها ثياب سواد، فنظر إليها فعلقت بقلبه، فكتب إليها: قد كنت أحسب أن الشمس واحدة والبدر في منظر بالحسن موصوف، حتى رأيتك في أثواب ثاكلة سود وصدغك فوق الخد معطوف، فرحت والقلب مني هائم دنف، والكبد حرى ودمع العين مذروف، ردي الجواب ففيه الشكر واغتنمي وصل المحب الذي بالحب مشغوف. ورمى بالرقعة إليها، فلما قرأتها كتبت: إن كنت ذا حسب زاك وذا نسب، إن الشريف بغض الطرف معروف، إن الزناة أناس لا خلاق لهم، فاعلم بأنك يوم الدين موقوف، واقطع رجاك لحاك الله من رجل، فإن قلبي عن الفحشاء مصروف. فلما قرأ الرقعة زجر نفسه وقال: أليس امرأة تكون أشجع منك؟ ثم تاب والتجأ إلى الحرم. ومن أفضل ما سئل الله عز وجل حبه وحب من يحبه وحب عمل يقرب إلى حبه. ومن أجمع ذلك أن يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، وما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلي من أهلي ومالي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلني ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلبي بحبك واجعلني لك كما تحب. اللهم اجعلني أحبك بقلبي كله وأرضيك بجهدي كله. اللهم اجعل حبي كله لك وسعيي كله في مرضاتك. وهذا الدعاء هو فسطاط خيمة الإسلام الذي قيامها به، وهو حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والقائمون بحقيقة ذلك هم الذين بشهاداتهم قائمون. كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجها، فدخلت عليه امرأة بيته فسألته نفسه فامتنع عليها، فقالت: إذا أفضحك، فخرج هاربا عن منزله وتركها فيه. رؤي رجل من الأنصار مهموما وقد يعزى في ولده، وكان حسن الوجه حسن الثياب، فسئل عن قصته فقيل:
أصيب بابنه وكان به بارا قد كفاه جميع ما يعنيه، وموته عجب، فقد أحبته امرأة فأرسلت إليه تشكو حبه وتسأله الزيارة، وكان لها زوج، فألحت عليه فأفشى ذلك إلى صديق له فقال له: لو بعثت إليها بعض أهلك فوعظتها وزجرتها أرجوت أن تكف عنك؟ فأمسك. ثم أرسلت إليه: إما أن تزورني وإما أن أزورك، فأبى. فلما يئست منه ذهبت إلى امرأة كانت تعمل السحر فجعلت لها العطاء الجزل في تهييجه، فعملت لها في ذلك. فبينما هو ذات ليلة مع أبيه إذ خطر ذكرها بقلبه، وهاج منه أمر لم يكن يعرفه، واختلط عقله، فقام مسرعا فصلى واستعاذ والأمر يشتد، فقال: يا أبا أدركني بقيد. فقال: يا بني ما قصتك؟ فحدثه بالقصة، فقام وقيده وأدخله بيتا، فجعل يضطرب ويخور كما يخور الثور، ثم هدأ فإذا هو ميت والدم يسيل من منخره. قال أبو عثمان التيمي: مر رجل براهبة من أجمل النساء ففتتن بها، فتلطف في الصعود إليها فراودها عن نفسها، فأبت عليه وقالت: لا تغتر بما ترى، فأبى حتى غلبها على نفسها، وكان إلى جانبها مجمرة فوضعت يدها فيها حتى احترقت، فقال لها بعد أن قضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: إنك لما قهرتني على نفسي خفت أن أشاركك في اللذة فأشاركك في المعصية ففعلت ما رأيت. فقال الرجل: والله لا أعصي الله أبدا، وتاب مما كان عليه. وأحب رجل جارية من العرب وكانت ذات عقل وأدب، فما زال يحتال في أمرها حتى اجتمع منها في ليلة مظلمة شديدة السواد، فحادثها ساعة ثم دعته نفسه إليها فقال: يا هذه قد طال شوقي إليك. قالت: وأنا كذلك. فقال: هذا الليل قد ذهب والصبح قد اقترب. قالت: هكذا تفنى الشهوات وتنقطع اللذات. فقال لها: لو دنوت مني. فقالت: هيهات، أخاف البعد من الله. قال: فما الذي دعاك إلى الحضور معي؟ قالت: شقوتي وبلائي. قال لها: فمتى أراك؟ قالت: ما أنساك، وأما الاجتماع معك فلا أراه يكون. ثم تولت. قالت: فاستحييت مما سمعت. قال: فاستحييت مما سمعت منها. وأنشد: توقت عذابا لا يطاق انتقامه، ولم تأت ما تخاف به أن تعذبا. وقالت مقالا: كدت من شدة الحياء أهيم على وجهي حيا وتعجبا. ألا أف للحب الذي لا يورث العماء، ويورد نارا لا تمل التلهبا. ليعلم اللبيب أن مدمني الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها، وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها، لأنها قد صارت عندهم بمنزلة العيش الذي لا بد لهم منه. ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ به عشر معشار التذاذ من يفعله نادرا في الأحيان، غير أن العادة مقتضية ذلك، فيلقي نفسه في المهالك لنيل ما تطالبه به العادة. ولو زال عنه غشاوة الهوى لعلم أنه قد شقي من حيث قدر السعادة، واغتم من حيث ظن الفرج، وألم من حيث أراد اللذة. فهو كالطائر المخدوع بحبة القمح، لا هو نال الحبة ولا هو تخلص مما وقع فيه. فإن قيل: فكيف يتخلص من هذا من وقع فيه؟
قيل يمكنه التخلص بعون الله وتوفيقه له بأمور: عزيمة حر يغار لنفسه وعليها، جرأة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة، إيثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية، إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده، وهو خير وأنفع له من لذة موافقة الهوى. فرحه بغلبة عدوه وقهره له ورده خاسئا بغيظه، التفكر في أنه لم يخلق للهوى، وإنما هيئ لأمر عظيم لا يناله إلا بمعصيته للهوى، أن لا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيم أحسن حالا منه، فإن الحيوان يميز بطبعه بين مواقع ما يضره وما ينفعه، فيؤثر النافع على الضار. أن يتفكر في عواتب الهوى، فكم من شهوة كسرت جاها ونكست رأسا وأعقبت ذلا وألزمت عارا. أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة، وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة. أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخل على ابن آدم إلا من باب هواه، فإنه يطيف به من أين يدخل عليه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله، فلا يجد مدخلا إلا من باب الهوى، فيسري معه سريان السم في الأعضاء. أن الله سبحانه وتعالى شبه أتباع الهوى بأخص الحيوانات صورة ومعنى، فشبههم بالكلب تارة كقوله تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، سورة الأعراف الآية 176. وبالحمر تارة كقوله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة، سورة المدثر الآية 50. وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة. أنه يخاف على من اتبع الهوى أن ينسلخ من الإيمان وهو لا يشعر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه، وفي الحديث الصحيح المرفوع: ليس الشديد بالصرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أن الهوى داء ودواؤه مخالفته، قال بشر الحافي: البلاء كله في هواك، والشفاء كله في مخالفتك إياه. أن أصل العداوة والشر والحسد الواقع بين الناس من اتباع الهوى، فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح. أن الله سبحانه وتعالى جعل في العبد هوى وعقلا، فأيهما ظهر توارى الآخر، كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه هواه توارى عنه عقله. أنك إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى. الزهد الكبير للبيهقي. في الهامش: كتاب الزهد الكبير، تأليف أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي، حققه وخرج أحاديثه وفهرسه عامر أحمد حيدر، بيروت، دار الجنان، مؤسسة الكتب الثقافية، 1408 هجرية، 439 صفحة. وكتب الزهد معروفة في موضوعاتها، تحتوي على أخبار نادرة وسير أعلام من علماء وسادات هذه الأمة، يندر أن يتكرر أمثالها في كل عصر،
ولا يجد المرء تجاه ما يقرأ عنهم سوى الإكبار والإعجاب بما كانت عليه همتهم العالية في العلم والعبادة والسلوك. وكتب في هذا الجانب علماء أعلام أيضا، أبرزهم وأقدمهم سيد الزهاد في عصره عبد الله بن المبارك رحمه الله، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل والفضل بن عياض وابن أبي شيبة والحارث المحاسبي وأبو زرعة والحافظ أبو داود وأبو حاتم الرازي وابنه وغيرهم كثير رحمهم الله وإيانا. وكان لابد من عرض كتاب في الزهد في هذه السلسلة، وكان كتاب الزهد الكبير هو الذي وقع بين يدي لعرضه وليس اختيارا من بين تلك الكتب، وإنما مثالا، ومن بينها ما هو أفضل منه ومنها ما هو أشمل، مثل كتاب الزهد لهناد بن السري الذي صدر محققا في 3 أجزاء. والإمام البيهقي من أئمة الحديث من قرى بيهق بنيسابور، طلب العلم طويلا ورحل ومات بنيسابور. قال إمام الحرمين: ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير البيهقي، فإن له الفضل والمنة على الشافعي لكثرة تصانيفه في نصرة مذهبه وبسط موجزه وتأييد آرائه. وقال الذهبي: لو شاء البيهقي أن يعمل لنفسه مذهبا يجتهد فيه لكان قادرا على ذلك لسعة علومه ومعرفته بالاختلاف. صنف زهاء 1000 جزء، منها السنن الكبرى والأسماء والصفات والجامع المصنف في شعب الإيمان والبعث والنشور وفضائل الصحابة. توفي 458 هجرية. انتهى الهامش. الزهد الكبير. كان الإمام الحسن البصري كثيرا ما يقول: يا معشر الشباب، عليكم بالآخرة فاطلبوها، فكثيرا رأينا من طلب الآخرة فأدركها مع الدنيا، وما رأينا أحدا طلب الدنيا فأدرك الآخرة مع الدنيا. قال أبو حازم: أوحى الله عز وجل إلى الدنيا: من خدمك فأتعبيه، ومن خدمني فاخدميه. سئل أبو صفوان الرعيني: أي شيء أول حدود الزهد؟ فقال: استصغار الدنيا. سئل الفضيل بن عياض عن الزهد فقال: طلب الحلال. وسئل الشبلي عن الزهد فقال: تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء. قال بنان الحمال: الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع. وقال علي بن عبد العزيز: من عدم القناعة لا يغنيه شيء بحال. قال محمد بن يوسف الجوهري: سمعت بشر بن الحارث يقول: اللهم إن كنت شهرتني في الدنيا لتفضحني في الآخرة فاسلبه عني. قال الإمام الشافعي: طبع ابن آدم على اللوم، فمن شأنه أن يتقرب ممن يتباعد منه، ويتباعد ممن يتقرب منه. قال الجنيد بن محمد: سمعت السري السقطي يقول: إني إذا نزلت أريد صلاة الجماعة أذكر مجيء الناس إلي فأقول: اللهم هب لهم عبادة يجدون لذتها تشغلهم بها عني. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ذهب الناس وبقي النسناس. قيل له: ومن نسناس؟ قال: الذين يشبهون الناس وليسوا بالناس. قال الفضيل بن عياض: لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهله، ولا تغتر بكثرة الناس. قال مالك بن دينار: بقدر ما تحزن للدنيا كذلك يخرج هم الآخرة من قلبك، فبقدر ما تحزن للآخرة كذلك يخرج هم الدنيا من قلبك. حدث إبراهيم بن بشار قال: سمعت إبراهيم بن أدهم يقول: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك. ذم مولانا الدنيا فمدحناها، وأبغضها فأحببناها، وزهد فيها فآثرناها ورغبنا في طلبها، ووعدكم خراب الدنيا فحصنتموها،
ونهاكم عن طلبها فطلبتموها، وأنذركم الكنوز فكنستموها. قال الفضيل بن عياض لأبي تراب: يا أبا تراب، الدخول في الدنيا هين، ولكن التخلص منها شديد. وقال بشر بن الحارث: لو لم أبغض الدنيا إلا أن الله عز وجل يعصى فيها كان ينبغي أن نبغضها. وقال الشبلي: الدنيا خيال، وطلبها وبال، وتركها جمال، والإعراض عنها كمال، والمعرفة بالله اتصال. قال إبراهيم بن أدهم: أشد الجهاد جهاد الهوى، من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلاها، وكان محفوظا معافى من أذاها. وعن يوسف بن أصباط قوله: من صبر على الأذى وترك الشهوات وأكل الخبز من حلاله فقد أخذ بأصل الزهد. قال إبراهيم بن أدهم: الجوع يرق القلب. وعن الفضيل: خصلتان تقسيان القلب، كثرة النوم وكثرة الأكل. خطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة فقال: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم طول الأمل واتباع الهوى، فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، ألا إن الدنيا قد ولت مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ومن قول الفضيل: ما أطال رجل الأمل إلا أساء العمل. قال أبو القاسم النصر آبادي: مراعاة الأوقات من علامات التيقظ. وسمع من السري السقطي قوله: اجعل قبرك خزانتك، احشها من كل عمل صالح يمكنك، فإن وردت على قبرك سرك ما ترى فيها، سرك ما ترى فيه. قالت رابعة العدوية: ما رأيت ثلجا قط إلا ذكرت تطاير الصحف، ولا رأيت جرادا قط إلا ذكرت الحشر، ولا سمعت أذانا قط إلا ذكرت منادي القيامة. قال داود الطائي لسفيان: إذا كنت تشرب الماء البارد والمروق، وتأكل اللذيذ الطيب، وتمشي في الظل الظليل، متى تحب الموت والقدوم على الله عز وجل؟ فبكى سفيان. وعن المطرف قوله: أفسد الموت على أهل النعيم نعيمهم، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. وقال قبيصة: ما جلست مع سفيان الثوري مجلسا إلا ذكر فيه الموت، وما رأيت أحدا كان أكثر ذكرا للموت منه. التقى حسان بن أبي سنان وحوشب فقال له حوشب: كيف أنت يا أبا عبد الله، كيف حالك؟ قال: ما حال من يموت ثم يبعث ثم يحاسب. نصح لقمان ابنه فقال: يا بني، لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة. قال أبو عثمان: بلغت نحو من 300 سنة، وما مني شيء إلا قد عرفت النقص فيه إلا أملي، فإني أرى أملي كما هو. قال مسلم النحات: إذا مات أقران الرجل فقد مات. وقال القاضي أبو يوسف: ما هدني شيء مثلما هدني موت الأقران. وقال أيوب السختياني: ما نعي إلي أحد من إخواني إلا خيل إلي أن عضوا من أعضائي سقط. سمع محمد بن أعين يقول: كان عندنا فتى قلما ينام الليل، يصلي ويقرأ ويسبح، فإذا كان آخر الليل يبكي ويقول: تفكرت طول الليل فيما جنيته، وذكرت نفسي كل ذنب أتيته، وأنكرت منها ما تعاطيت في الصبا،
كأن شبابي كان سهما رميته، وسود صحفي بالذنوب أوانه، وولى سريعا مثل حلم رأيته. أنشد أبو سعد عبد الرحمن بن الكاتب لنفسه: ألا فرج عفو الله عن هفواتك، وبادر إلى الخيرات قبل فواتك، ولا تمضي بالتسويف عمرك، إنني رأيت المنايا بالنفوس فواتك. وأنشد أبو بكر ابن المؤمل: وما حالاتنا إلا ثلاث، شباب ثم شيب ثم موت. ولمحمود الوراق: يبكي على ميت ويغفل نفسه، كأن بكفيه أمان من الردى، وما الميت المقبور في صدر يومه أحق بأن يبكيه من ميت غدا. سئل بعض الحكماء: من أنعم الناس عيشا؟ فقال: بدن في التراب قد أمن العقاب ينتظر الثواب. قال حذيفة: من أراد أنسا بلا جماعة وعزا بلا عشيرة فليتخذ طاعة الله بضاعة. وعن إبراهيم بن أدهم: أثقل الأعمال في الميزان أثقلها على الأبدان، ومن وفى العمل وفي له الأجر، ومن لم يعمل رحل من الدنيا إلى الآخرة بلا قليل ولا كثير. وعظ أعرابي قوما فقال: رحم الله امرأ كان قويا فاستعمل قوته في طاعة الله، وكان ضعيفا فعجز عن معاصي الله. أوصى لقمان ابنه فقال: يا بني، إذا فعلت الخير فرج الخير، وإذا فعلت الشر فلا تشك أن يفعل بك الشر. سئل سهل التستري: متى يكون العبد عبدا؟ فقال: إذا رضي بالله وباختياره له. جاء رجل إلى حاتم الأصم فقال: ما تشتهي؟ قال: أشتهي عافية يوم إلى الليل. فقيل له: أليست الأيام كلها عافية؟ فقال: إن عافية يوم أن لا أعصي الله فيه. وعظ الجنيد رجلا فقال له: جماع الخير كله في ثلاثة أشياء: إن لم تمض نهارك بما هو لك فلا تمضه بما هو عليك، وإن لم تصحب الأخيار فلا تصحب الأشرار، وإن لم تنفق مالك فيما لله فيه رضا فلا تنفقه فيما لله فيه سخط. قال خالد بن خداش: حدثنا الفضيل بن عياض قال: ممن أنت؟ قلت: مهلبي. قال: إن كنت رجلا صالحا فأنت الشريف كل الشريف، وإن كنت رجل سوء فأنت الوضيع كل الوضيع. كان صلة بن أشيم يخرج إلى مسجد له في الجبان فيمر على شباب يلهون، فيقول لهم: أي قوم، أخبروني عن قوم أرادوا سفرا فجاوزوا بالنهار عن الطريق وناموا الليل، متى يقطعون سفرهم؟ فانتبه منهم شاب فقال: إن هذا الشيخ إنما يعنيكم بقوله: إذا كنتم بالنهار في لهوكم وبالليل تنامون، فمتى تريدون أن تقطعوا سفركم؟ قال: ولزم الشاب صلة ابن أشيم فتعبد معه حتى مات. انتهى الشريط الرابع، من فضلك انتقل إلى الشريط الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الخامس. الوجه الأول يبدأ حالا، تابع لكتاب الزهد الكبير للبيهقي. قال أبو العباس الدينوري: ليس في الدنيا والآخرة أعز وألطف من الوقت والقلب، وأنت مضيع للوقت والقلب. وأنشد عامر بن العباس الهمداني الزاهد:
إنما الدنيا إلى الجنة والنار طريق، والليالي متجر الإنسان والأيام سوق. عن قتادة في قوله تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا، سورة مريم الآية 96، قال: إي والله ودا في قلوب أهل الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: يا رسول الله، وما عسله؟ قال: يفتح له عملا صالحا قبل موته حتى يرضى عنه من حوله. رواه الحاكم في المستدرك، وقال: إسناده صحيح، ووافقه الذهبي. جاء رجل إلى يونس بن عبيد رحمه الله فقال له: أنت يونس بن عبيد؟ قال: نعم. قال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى رأيتك. قال: وما حاجتك؟ قال: أريد أن أسألك عن مسألة. قال: سل عما بدا لك. قال: أخبرني، ما غاية الورع؟ قال: محاسبة النفس مع كل طرفة، والخروج من كل شبهة. قال: فأخبرني، ما غاية الزهد؟ قال: ترك الراحة. وعنه رحمه الله قال: عجبت من كلمات ثلاث، عجبت من كلمة مورق العجلي: ما قلت في الغضب شيئا فندمت عليه في الرضا. وعجبت من كلمة محمد بن سيرين: ما حسدت أحدا على شيء من الدنيا، إن كان من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو يصير إلى الجنة، وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على شيء من الدنيا وهو صائر إلى النار. وعجبت من كلمة حسان بن أبي سنان: ما شيء أهون عندي من الورع، إذا رابني شيء تركته. قال أبو قتادة وأبو الدهماء: أتينا على رجل من أهل البادية فقال البدوي: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فجعل يعلمني مما علمه الله، فكان فيما حفظت عنه أنه قال: إنك لا تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. رواه أحمد بأسانيد، ورجالها رجال الصحيح، مجمع الزوائد 10296. عن يحيى بن معين أنه قال: المال يذهب حله وحرامه يوما، وتبقى في غد آثامه، ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب شرابه وطعامه، ويطيب ما يحوي ويكسب كفه، ويكون في حسن الحديث كلامه، نطق النبي لنا به عن ربه، فعلى النبي صلاته وسلامه. قال يوسف بن أسباط: إذا تعبد الشاب يقول إبليس: انظروا من أين مطعمه. فإن كان مطعمه مطعم سوء قال: دعوه لا تشتغل به، دعوه يجتهد وينصب، فقد كفاكم نفسه. وقال سليمان بن حرب: من كان أزهد من الأسود بن شيبان، حج على ناقة له فشرب من لبنها وركب ظهرها حتى رجع، لم يأكل في خروجه غير لبنها. أقام بشر بن الحارث بعبادان 10 سنين يشرب من ماء البحر ولا يشرب من حياض السلاطين، حتى أضر بجوفه، فرجع إلى أخته وأخذه وجع لا يقوم به إلا أخته. قال: وهو يتخذ المغازل فيبيعه، فذاك كسبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفرج والفم. تدرون ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم.
قال: فإن أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. أخرجه الترمذي وقال: صحيح غريب. والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. زهر الآداب وثمر الألباب للحصري. في الهامش: زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني، عارضه بمخطوطات القاهرة وحققه وضبطه وشرحه ووضع فهارسه علي محمد البجاوي، طبعة 2 فيها زيادة شرح وتعليق، القاهرة دار إحياء الكتب العربية، 1389 هجرية، 1178 صفحة، مجلدان. وهو من أمهات كتب الأدب، ويشبه في طريقته كما يقول المحقق الأمالي لأبي علي القالي، والبيان والتبيين الجاحظ، فمؤلفه يرسل القول إرسالا، ويتبع الملحة بالطرفة، والقصيدة بالرسالة، وينتقل من جد إلى فكاهة، ويستدرج قارئه من حديث إلى حديث. ويقول المؤلف في التعريف بكتابه: هذا كتاب اخترت فيه قطعة كافية من البلاغات في الشعر والخبر والفصول والفقر، مما حسن لفظ معناه واستدل بفحواه على مغزاه، ولم يكن شاردا حوشيا ولا ساقطا سوقيا، ولم أذهب في هذا الاختيار إلى مطولات الأخبار، وليس لي في تأليفه من الافتخار أكثر من حسن الاختيار. واختيار المرء قطعة من عقله تدل على تخلفه أو فضله، ولا شك إن شاء الله في استجادة ما استجدت واستحسان ما أردت، إذ كان معلوما أنه من جذبت نفس ولا احتج حس ولا مال سر ولا جال فكر في أفضل من معنى لطيف ظهر في لفظ شريف. وقد رغبت في التجافي عن المشهور في جميع المذكور، لأن أول ما يقرع الآذان أدعى إلى الاستحسان مما مجته النفوس لطول تكراره، ولفظته العقول لكثرة استمراره، فوجدت ذلك يتعذر ولا يتيسر، ويمتنع ولا يتسع، ويوجب ترك ما ندر إذا اشتهر. فلما أعرض إلا عما أهانه الاستعمال، فما أعرض إلا عما أهانه الاستعمال وأذاله الابتذال، وفيه لطائف الابتداع وتوليدات الاختراع، فوشحت تأليفه وطرست ديباجه، ورصعت تاجه ونظمت عقوده، ورقمت بروده، فنورها يرف ونورها يشف في روض من الكلم مونق، ورونق من الحكم مشرق. والمؤلف سبق التعريف به عند عرض كتابه جمع الجواهر في الملح والنوادر، وهو ذيل زهر الآداب هذا، وهو أديب من أهل القيروان نسبته إلى عمل الحصر، وهو ابن خالة الشاعر أبي الحسن الحصري ناظم يا ليل الصب، توفي 453 هجرية. انتهى الهامش. زهر الآداب وثمر الألباب. من كلام عمر رضي الله عنه: قلما أدبر شيء فأقبل، أشكو إلى الله ضعف الأمين وخيانة القوي، من لا يعرف الشر كان أجدر أن يقع فيه. قال علي رضي الله عنه: الدنيا بالأموال والآخرة بالأعمال. وقال الأحنف بن قيس: من لم يصبر على كلمة سمع كلمات. أعز جعفر الصادق رجلا فقال: أعظم بنعمة في مصيبة جلبت أجرا، وأفضع بمصيبة في نعمة أكسبت كفرا. هذا كقول الطائي: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ولدت هند بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة بن موسى، ولها 60 سنة،
ولا يعلم امرأة ولدت بنت 60 سنة إلا قرشية. قال بروز جمهر: الكتب أصطاف الحكم تنشق عن جواهر الكلم، ما كتب قر وما حفظ فر. قال المتوكل لأبي العيناء: ما تحسن؟ قال: أفهم وأفهم. كان يقال: مقطعات الأدب قراضات الذهب. قال عبد الله بن سالم الخياط في رجل كثير الكلام: لي صاحب في حديثه البركة، يزيد عند السكون والحركة، لو قال لا في قليل أحرفها لردها بالحروف مشتبكة. قال ابن الماجشون: إني لأسمع بالكلمة المليحة وما لي إلا قميص واحد، فأدفعه إلى صاحبها وأستكسي الله عز وجل. رأى سفيان الثوري الغاضري وهو يضحك الناس فقال: يا شيخ، أو ما علمت أن لله يوما يخسر فيه المبطلون؟ فوجم الغاضري، وما زال ذاك يعرف فيه حتى لقي الله عز وجل. كان عروة بن أذينة على زهده وورائه وكثرة علمه وفهمه رقيق الغزل كثيرة، وهو القائل: إذا وجدت أوار الحب في كبدي، أقبلت نحو سقاء القوم أبترد، هبني بردت ببرد الماء ظاهره، فمن لنار على الأحشاء تتقد. وقد روي هذان البيتان لغيره: تجمع قوم من أهل الصناعات فوصفوا بلاغاتهم من طريق صناعاتهم، فقال الجوهري: أحسن الكلام نظاما ما ثقبته يد الفكرة ونظمته الفطمة، ووصل جوهر معانيه في صموط ألفاظه فاحتملته نحور الرواة. في الهامش: الصمت خيط النظم. انتهى الهامش. وقال العطار: أطيب الكلام ما عجن عنبر ألفاظه بمسك معانيه، ففاح نسيم نشقه، وسطعت رائحة عبقه، فتعلقت به الرواة، وتعطرت به السرات. في الهامش: نشقه شمه. انتهى الهامش. وقال الصائغ: خير الكلام ما أحميته بكير الفكر، وسبكته بمشاعل النظر، وخلصته من خبث الإطناب، فبرز بروز الإبريز في معنى وجيز. وقال الصيرفي: خير الكلام ما نقدته يد البصيرة، وجلته عين الروية، ووزنته بمعيار الفصاحة، فلا نظر يزيفه ولا سماع يبهرجه. وقال الحداد: أحسن الكلام ما نصبت عليه من فخة القريحة، وأشعلت عليه نار البصيرة، ثم أخرجته من فحم الإفحام ورققته بفطيص الإفهام. في الهامش: الفطيص المطرقة العظيمة. انتهى الهامش. وقال النجار: خير الكلام ما أحكمت نجر معناه بقدوم التقدير، ونشرته بمنشار التدبير، فصار بابا لبيت البيان وعارضة لسقف اللسان. وقال النجاد: أحسن الكلام ما لطفت رفارف ألفاظه، وحسنت مطارح معانيه، فتنزهت في زرابي محاسنه عيون الناظرين، وأصاخت لنمارق بهجته آذان السامعين. وقال الماتح في الهامش: الماتح الذي يخرج الماء من البئر بالدلو. انتهى الهامش. أبين الكلام ما علقت، أبين الكلام ما علقت وذم ألفاظه ببكرة معانيه، ثم أرسلته في قليب الفطن، فمتحت به سقاء يكشف الشبهات، واستنبطت به معنى يروي من ظمأ المشكلات. في الهامش:
الوذم السيور بين آذان الدلو. انتهى الهامش. وقال الخياط: البلاغة قميص فجربانه البيان وجيبه المعرفة وكماه الوجازة ودخاريصه الإفهام ودروزه الحلاوة ولابس جسده اللفظ وروحه المعنى. في الهامش: الجربان للقميص جيبه، والدخريص ما يوصل به البدن ليوسعه. انتهى الهامش. وقال الصباغ: أحسن الكلام ما لم تنضى بهجة إيجازه ولم تكشف صبغة إعجازه، قد صقلته يد الروية من كمود الإشكال، فراع كواعب الآداب وألف عذار الألباب. في الهامش: لم تنضى لم تمحو، الكمدة تغير اللون وذهاب صفائه. انتهى الهامش. وقال الحائك: أحسن الكلام ما اتصلت لحمة ألفاظه بسدى معانيه، فخرج مفوفا منيرا وموشا محبرا. وقال البزاز: أحسن الكلام ما صدق رقم ألفاظه وحسن نشر معانيه، فلم يستعجم عنك نشر ولم يستبهم عليك طي. وقال الرائض: خير الكلام ما لم يخرج عن حد التخليع إلى منزلة التقريب إلا بعد الرياضة، وكان كالمهر الذي أطمع أول رياضته في تمام ثقافته. في الهامش: تخلع في مشيته هز منكبيه ويديه. انتهى الهامش. وقال الحمال: البليغ من أخذ بخطام كلامه فأناخه في مبرك المعنى، ثم جعل الاختصار له عقالا والإيجاز له مجالا، فلم يند عن الآذان ولم يشذ عن الأذهان. وقال الفقائي: خير الكلام ما روحت ألفاظه غباوة الشك ورفعت رقته فظاظة الجهل، فطاب حساء فطنته وعذب مص جرعته. وقال الطبيب: خير الكلام ما إذا باشر دواء بيانه سقم الشبهة استطلقت طبيعة الغباوة، فشفي من سوء التفهم وأورث صحة التوهم. وقال الكحال: كما أن الرمد قذى الأبصار فكذا الشبهة قذى البصائر، فاكحل عين اللكنة بميل البلاغة واجل رمص الغفلة بمرود اليقظة. في الهامش: الميل المكحال. انتهى الهامش. ثم قال: أجمعوا كلهم على أن أبلغ الكلام ما إذا أشرقت شمسه انكشف لبسه، وإذا صدقت أنواؤه خبرت أحماؤه. في الهامش: الأحماء المكان يحميه الرجل ويمنعه. انتهى الهامش. قال السفاح العباسي: إن من أدنى الناس ووضعائهم من عد البخل حزما والعفو ذلا. قال أمير المؤمنين علي: من فكر في العواقب لم يشجع. قال المعتصم: إذا نصر الهوى بطل الرأي. ومما نظمه الشاعر الواعظ محمود الوراق: يحب الفتى طول البقاء كأنه على ثقة أن البقاء بقاء، إذا ما طوى يوما طوى اليوم بعضه ويطويه إن جن المساء مساء. زيادته في الجسم نقص حياته، وأن على نقص الحياة نماء، جديدان لا يبقى الجميع عليهما ولا لهما بعد الجميع بقاء. وقال شمس المعالي: وفي السماء نجوم ما لها عدد، وليس يكسف إلا الشمس والقمر. لما ولي أبو الصقر إسماعيل بن بلبل الوزارة مدحه ابن الرومي بقصيدته النونية، وهي أكثر من 200 بيت، فأنشدها أبو الصقر، فلما سمع قوله
قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان. قال هجاني. قيل له إن هذا من أحسن المدح، ألا تسمع ما بعده؟ وكم أب قد علا بابن ذرى شرف، كما علت برسول الله عدنان. قال أنا بشيبان لا شيبان بي. فقيل له فقد قال ولم أقصر بشيبان التي بلغت بها المبالغ أعراق وأغصان. لله شيبان قوم لا يشوبهم روع إذا الروع شابت منه ولدان. فقال لا والله لا أثيبه على هذا الشعر وقد هجاني. ولما نكب به قال فيه أهاج كثيرة. قال الخليفة المتوكل لأبي العيناء قد أردتك لمجالستي. قال لا أطيق ذاك، وما أقول ذلك جهلا بما لي في هذا المجلس من الشرف، ولكني محجوب أي أعمى، والمحجوب تختلف عليه الإشارة ويخفى عليه الإيماء، ويجوز أن يتكلم بكلام غضبان ووجهك راض، أو بكلام راض ووجهك غضبان، ومتى لم أميز بين هذين هلكت. قال صدقت ولكن تلزمنا. وقال له المتوكل يوما يا أبا العيناء لا تكثر الوقيعة في الناس. قال إن لي في بصري لشغلا عن الوقيعة فيهم. قال ذلك أشد لحيفك في أهل العافية. دخل أبو العيناء على المتوكل بعد طول غياب فقال له قد والله اشتقتك. فقال أبو العيناء إنما يشتاق العبد لأنه يتعذر عليه لقاء مولاه، إنما يشتاق العبد لأنه يتعذر عليه لقاء مولاه، وأما السيد فمتى أراد عبده دعاه. وقال له المتوكل من أسخى من رأيت؟ قال ابن أبي دؤاد. قال المتوكل تأتي إلى رجل رفضته فتنسبه إلى السخاء. قال إن الصدق يا أمير المؤمنين ليس في موضع من المواضع أنفق منه في مجلسك، وإن الناس يغلطون في من ينسبونه إلى الجود، لأن سخاء البرامكة منسوب إلى الرشيد، وسخاء الفضل والحسن بني سهل منسوب إلى المأمون، وجود ابن أبي دؤاد منسوب إلى المعتصم. فإذا نسب الناس الفتح وعبيد الله بن يحيى إلى السخاء فذلك سخاؤك يا أمير المؤمنين. قال صدقت. فمن أبخل من رأيت؟ قال فلان. قال وما رأيت من بخله؟ قال رأيته يخدم القريب كما يخدم البعيد، ويعتذر من الإحسان كما يعتذر من الإساءة. فقال له قد وقعت فيه عندي مرتين، وما أحب لك ذلك، فالقه واعتذر إليه، ولا يعلم أني وجهت بك. وذكر أبو العيناء رجلا فقال ضحك كالبكاء، وتودد كالعزاء، ونوادر كندب الموتى. لما قتل ذو الرياستين دخل المأمون على أمه فقال لا تجزعي فإني ابنك بعد ابنك. فقالت أفلا أبكي على ابن أكسبني ابنا مثلك. أهدى عمرو بن العاص إلى معاوية 30 فرسا من سوابق خيل مصر، فعرضت عليه وعنده عقبة بن سنان بن يزيد الحارثي، فقال له معاوية كيف ترى هدايانا يا أبا سعيد؟ فإن أخاك عمرا قد أطنب في وصفه. فقال أراها يا أمير المؤمنين على ما وصف، وإنها لمخيلة بكل خير. في الهامش تشبيه بالسحابة المخيلة، وهي التي تحسبها ماطرة. انتهى الهامش. إنها لسامية العيون، لاحقة البطون، مصغية الآذان، قباء الأسنان، ضخام الركبات، مشرفات الحجبات،
رحاب المناخر، صلاب الحوافر، وقعها تحليل ورفعها تعليل، فهذه إن طلبت سبقت وإن طلبت لحقت. في الهامش: قبت الناب صوتت وقعقعت، الحجبتان حرفاء الوركين، التحليل والتعليل من حركات الخيل. انتهى الهامش. فقال له معاوية: اصرفها إلى رحلك، فإن بنا عنها غنى وبفتيانك إليها حاجة. مدح أبو العتاهية عمرو بن العلاء فقال: إن المطايا تشتكيك لأنها قطعت إليك سباسبا ورمالا، فإذا وردن بنا وردن مخفة، وإذا صدرن بنا صدرن ثقالا. وهي قصيدة سهلة الطبع، سلسة النظام، قريبة المتناول. وروي أن عمر بن العلاء وصله عليها ب70,000 درهم، فحسدته الشعراء وقالوا: لنا بباب الأمير أعوام نخدم الآمال، ما وصلنا إلى بعض هذا. فوصل إليه الخبر فأمر بإحضارهم وقال لهم: بلغني الذي قلتم، وإن أحدكم يأتي فيمدحني بالقصيدة يشبب فيها، فلا يصل إلى المدح حتى تذهب لذة حلاوته ورائق طلاوته. وإن أبا العتاهية أتى فشبب بأبيات يسيرة، ثم قال: إن المطايا تشتكيك لأنها، وأنشد الأبيات: الأماني تخدعك وعند الحقائق تدعك. من أقوال ابن المعتز في العلماء: العلماء غرباء لكثرة الجهل، زلة العالم كانكسار سفينة تغرق ويغرق معها خلق كثير. المتواضع في طلاب العلم أكثرهم علما، كما أن المكان المنخفض أكثر البقاء ماء. الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك. من أكثر مذاكرة العلماء لم ينس ما علم، واستفاد ما لم يعلم. إذا علمت فلا تذكر من دونك من الجهال، واذكر من فوقك من العلماء. أزهد الناس في عالم جيرانه. لما أنشد أبو تمام قصيدته في المعتصم: السيف أصدق أنباء من الكتب، قال له: لقد جلوت عروسك يا أبا تمام فأحسنت جلاءها. فقال: يا أمير المؤمنين، والله لو كانت من الحور العين لكان حسن إصغائك إليها من أوفى مهورها. أوصت أعرابية ابنها في سفر فقالت: يا بني، إنك تجاور الغرباء وترحل عن الأصدقاء، ولعلك لا تلقى غير الأعداء، فخالط الناس بجميل البشر، واتق الله في العلانية والسر. المسافر يسمع العجائب ويكسب التجارب ويجلب المكاسب. السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال بعض الرواة: كنا مع أبي نصر راوية الأصمعي في رياض من المذاكرة، نجتني ثمارها ونجتلي أنوارها، إلى أن أفضنا في ذكر الأصمعي فقال: رحم الله الأصمعي، إنه لمعدن حكم وبحر علم، غير أنه لم نر قط مثل أعرابي وقف بنا فسلم. فقال: أيكم الأصمعي؟ فقال: أنا ذاك. فقال: أتأذنون بالجلوس؟ فأذنا له، وعجبنا من حسن أدبه مع جفاء أدب الأعراب. قال: يا أصمعي، أنت الذي يزعم هؤلاء النفر أنك أثقبهم معرفة بالشعر والعربية وحكايات الأعراب. قال الأصمعي: فيهم من هو أعلم مني ومن هو دوني. قال: أفلا تنشدونني من بعض شعر أهل الحضر حتى أقيسه على شعر أصحابنا؟ فأنشده شعرا لرجل امتدح به مسلمة بن عبد الملك.
أمسلم أنت البحر إن جاء وارد وليث إذا ما الحرب طار عقابها، وأنت كسيف الهندواني إن غدت حوادث من حرب يعب عبابها، وما خلقت أكرومة في امرئ له ولا غاية إلا إليك مآبها، كأنك ديان عليها موكل بها وعلى كفيك يجري حسابها، إليك رحلنا لئيسة إذ لم نجد لها أخا ثقة يرجى لديه ثوابها. في الهامش طار عقابها كناية عن اشتدادها، سيف هندواني منسوب إلى رجال الهند. الأكرومة فعل الكرم، العيس الإبل البيض يخالط بياضها شقرة. انتهى الهامش. قال: فتبسم الأعرابي وهز رأسه فظننا أن ذلك لاستحسانه الشعر، ثم قال: يا أصمعي، هذا شعر مهلهل خلق النسج، خطأه أكثر من صوابه، يغطي عيوبه حسن الروي ورواية المنشد، يشبهون الملك إذا امتدح بالأسد، والأسد أبخر شتيم الأبخر شتيم المنظر، أي كريهه، وربما طربه شرذمة من إمائنا وتلاعب به صبياننا، ويشبهونه بالبحر، والبحر صعب على من ركبه، مر على من شربه، وبالسيف، وربما خان في الحقيقة ونبى عند الضريبة. ألا أنشدتني كما قال صبي من حينا؟ قال الأصمعي: وماذا قال صاحبكم؟ فأنشده: إذا سألت الورى عن كل مكرمة لم يعز إكرامها إلا إلى الهول، فتى جواد أذاب المال نائله، فالنيل يشكر منه كثرة النيل، الموت يكره أن يلقى منيته في كره عند لف الخيل بالخيل، لو زاحم الشمس أبقى الشمس كاسفة، أو زاحم الصم الجاه إلى الميل، أمضى من النجم إن نابته نائبة، وعند أعدائه أجرى من السيل، لا يستريح إلى الدنيا وزينتها، ولا تراه إليها ساحب الذيل، يقصر المجد عنه في مكارمه كما يقصر عن أفعاله قولي. قال أبو نصر: فأبهتنا والله ما سمعنا من قوله. قال: فتأنى الأعرابي ثم قال للأصمعي: ألا تنشدني شعرا ترتاح إليه النفس ويسكن إليه القلب؟ فأنشده لابن الرقاع العاملي: وناعمة تجلو بعود أراكة، مؤشرة يسبي المعاني قطيبها، أراك إلى نجد تحن، وإنما منى كل نفس حيث كان حبيبها. فتبسم الأعرابي وقال: يا أصمعي، ما هذا بدون الأول ولا فوقه؟ ألا أنشدتني كما قلت؟ قال الأصمعي: وما قلت، جعلت في ذاك. فأنشده: تعلقتها بكرا وعلقت حبها، فقلبي عن كل الورى فارغ بكر، إذا احتجبت لم يكفك البدر ضوءها، إذا احتجبت لم يكفك البدر ضوءها، وتكفيك ضوء البدر إن حجب البدر، وما الصبر عنها إن صبرت وجدته جميلا، وهل في مثلها يحسن الصبر؟ ولو أن جلد الذر لامس جلدها لكان لمس الذر في جلدها أثر، ولو لم يكن للبدر ضبا جمالها، وتفضله في حسنها لصف البدر. قال أبو نصر: قال لنا الأصمعي: اكتموا ما سمعتم ولو بأطراف المدى في رقاق الأكباد. قال: وأقام عندنا شهرا، فجمع له الأصمعي 500 دينار، وكان يتعاهدنا في الحين بعد الحين، حتى مات الأصمعي وتفرق أصحابنا. وصف أعرابي قومه فقال: ليوث حرب،
وغيوث جدب، إن قاتلوا أبلوا وإن بذلوا أغنوا. ذكر أعرابي مصيبة نالته فقال: إنها والله مصيبة جعلت سود الرؤوس بيضا وبيض الوجوه سودا، وهونت المصائب وشيبت الذوائب. وقال أعرابي: خرجت حين انحدرت أيدي النجوم وشالت أرجلها، فما زلت أصدع الليل حتى انصدع الفجر. وقال أعرابي لصاحبه في شيء ذكره: قل إن شاء الله، فإنها ترضي الرب وتسخط الشيطان وتذهب الحنث وتقضي الحاجة. قال الأصمعي: حجت أعرابية ومعها ابن لها فأصيبت به، فلما دفن قامت على قبره وهي موجعة فقالت: والله يا بني لقد غذوتك رضيعا وفقدتك سريعا، وكأنه لم يكن بين الحالين مدة ألتذ بعيشك فيها، فأصبحت بعد النضارة والغضارة ورونق الحياة والتنسم في طيب روائحها تحت أطباق الثرى جسدا هامدا ورفاة سحيقا وصعيدا جرزا. أي بني لقد سحبت الدنيا عليك أذيال الفنا، وأسكنتك دار البلا، ورمتني بعدك نكبة الردى. أي بني لقد أسفر لي وجه الدنيا عن صباح داج ظلامه. ثم قالت: أي رب، ومنك العدل ومن خلقك الجور، وهبته لي قرة عين فلم تمتعني به كثيرا، بل سلبتنيه وشيكا، ثم أمرتني بالصبر ووعدتني عليه الأجر، فصدقت وعدك ورضيت قضاءك، فرحم الله من ترحم على من استودعته الردم ووسدته الثرى. اللهم ارحم غربته وآنس وحشته واستر عورته يوم تكشف الهنات والسوءات. فلما أرادت الرجوع إلى أهلها وقفت على قبره فقالت: أي بني إني قد تزودت لسفري، فليت شعري ما زادك لبعد طريقك ويوم معادك، اللهم إني أسألك له الرضا برضاء عنه. ثم قالت: استودعتك من استودعنيك في أحشائي جنينا، وثقل الوالدات ما أمض حرارة قلوبهن وأقلق مضاجعهن وأطول ليلهن وأقصر نهارهن وأقل أنسهن وأشد وحشتهن وأبعدهن من السرور وأقربهن من الأحزان. فلم تزل تقول هذا ونحوه حتى أبكت كل من سمعها، وحمدت الله عز وجل واسترجعت وصلت ركعات عند قبره وانطلقت. وأنشد المفضل الضبي لامرأة من العرب ترث ابنا لها: يا عمرو ما لي عنك من صبر، يا عمرو يا أسفا على عمري، لله يا عمرو وأي فتى كفنت يوما وضعت في القبر، أحث التراب على مفارقه وعلى غبارة وجهه النضر. في الهامش: المفارق مواضع فرق الشعر من الرأس، انتهى الهامش. حين استوى وعلى الشباب به وبدا منير الوجه كالبدر، ورجا أقاربه منافعه ورأوا شمائل سيد غمر. في الهامش: الغمر الكريم الواسع الخلق، انتهى الهامش. ربيته دهرا أفتقه، في اليسير أغذوه وفي العسر، في اليسر أغذوه وفي العسر، إذا راعني صوت هببت به وذعرت منه أيما ذعري، وإذا منيته تساوره قا
قد كدحت في الوجه والنحر. في الهامش كدح وجهه خدشه أو عمل به ما يشينه، انتهى الهامش. وإذا له علق وحشرجة مما يجيش به من الصدر، في الهامش العلق الدم أو الشديد الحمرة، انتهى الهامش. والموت يقبضه ويبسطه كالثوب عند الطي والنشر، فدعا لأنصره وكنت له من قبل ذلك حاضر النصر، فعجزت عنه وهي زاهقة بين الوريد ومدفع السحر، فمضى وأي فتى فجعت به جلت مصيبته عن القدر. لو قيل تفديه بذلت له مالي وما جمعت من وفري، أو كنت مقتدرا على عمري آثرته بالشطر من عمري، لو شاء ربي كان متعني بابني وشد بأزره أزري. لا يبعدنك الله يا عمري إما مضيت فنحن بالإثر، هذه سبيل الناس كلهم لا بد سالكها على سفري. انتهى الوجه الأول